قبل نحو 20 يوماً عن الانطلاق الرسمي للحملة الانتخابية التشريعية، تلهب مواقع التواصل الاجتماعي حملة من نوع آخر، فمترشحو والأحزاب السياسية وجدوا في موقع الفيسبوك منبراً لتمرير رسائلهم، لكن بطرق جديدة وغريبة في بعض الأحيان كالتسوق أو النزول للمقاهي. مش كل الناس يعني في الصعاب، ومش كل الناس اللي راهم على احتكاك بالشعب، لكن هاد الناس مناسباتيين. يعني تلقايه قبل الانتخابات ما عندوش علاقة بالشعب إطلاقا، لكن لما يقترب مواعيد الانتخابات يولي عنده احتكاك بالشعب، يولي يلتحق بالمقاهي كان عاد راجل، يلتحق بالمداشر، يلحق ويزيد كما دوك عندنا وسائل الاجتماعية يزيد ينشر صوره. هذا التحول يريد منه أصحابه التأقلم مع الحملة الانتخابية لكسب الأصوات، لكن الرأي العام اليوم على قدر شديد من الوعي والتحليل. إما أن يريد أن يصنع صورة أو يعيد تصنيع صورته ليقترب من الناس ويقدم نفسه رجلا اجتماعيا ويتأثر بمصالحهم ويشتري المحبة كما يقال. الرأي العام الجزائري اليوم عنده وعي وعنده فهم وعنده قدرة تحليل ونقد، وبالتالي لا تمر عليه كل الأمور. تتعدد الأساليب المنتهجة وتتضاعف جهود المترشحين، والهدف واحد هو الوصول إلى قبة زيغوت يوسف، وإلى حين تستمر الأحواب السياسية في ضم أكبر هيئة ناخبة.